بنقول ان شكل الفنان القدير كمال الشناوي كان بيؤهلك لادوارك في البدايه دور الجان الجميل مع الفنانه شاديه. طبعا بدون شك يعني، ما اصل فنت زمان الافلام بتاعتنا اجتماعيه، افلام جميله جدا وافلام تحس فيها يعني الصفه العاليه والتقاليد بتاعتنا والحب النظيف بدون ما يكون في اسفاف او حاجه زي دي. وشكل الواحد وهو يعني لحد ما زي ما بيقولوا لغايه النهارده ما شاء الله، يعني بيقولوا فالواحد بيقول الحمد لله ان ربنا يعني مدينا شكل كويس، وده يعني من عند ربنا مش من عندي. الفنان قدير كمال الشناوي بنقول لما غنى زمان سوق على مهلك سوق، كنت بتفكر قبل ما تغني الغنوه دي ولا كنت فرحان ان انت هتغني اغنيه في فيلم مع الفنانه شاديه وانتوا الاثنين ابطال الفيلم؟ لا، هو في الواقع انا شخصيا كنت دايما باستمرار، اولا كنت بغني وبحب الغنى ودخلت معهد الموسيقى العربيه، قلت الكلام ده كتير واتحرمت من اني اغني في الافلام. فكان دايما باستمرار كنت باخد حكايه ان تبقى شاديه هي اللي بتغني وانا بس عليا ان انا اعمل حركات قدامها، مش عارف امسك ايدها اجري وراها اقعد على الارض، مش عارف الحاجات اللي كانت بتحصل دي. فبعدين انا شخصيا حسيت ان المفروض ان لازم واحده بتغني وسعيده، طيب اللي جنبها ده ما يعرفش يقول لها كلمه كاب الغنى زيه، فيا اخوانا فقدروا يقتنعوا بالفكره دي. وراح طبعا دي اول كانت بدايه ليا، وكان قبلها بدايات قبل كده بيت غنى برضو مع صباح في زي العسل، ومعرفش برضو دور عليه تلقاه ودور عليه تلقاه وحاجات كتير قوي يعني.